السلام عليكم، انا غادي لكم بحال شي قصه ديال شي فيلم. ركزوا معايا وسمعوا مزيان. من نهار تعرفت على يوسف الدري اللي جاب لنا الموتور، عطاني باش نسوقو وداكشي، وانا تنكرر جمله واحده في الفلوغات ديالي، هي انه الماطر هنايا في لندن بالزربه كيتشفر، والشفاره هنايا بروفيسيونيل. وغير البارح للاسف تحقق داكشي اللي كنت كنقولو، ولمن ليوسف نيت الدري اللي تفرجتو فيه وكتعرفوه كاملين. تفرجوا في الفيديو كامل باش تعرفوا كيفاش تشفر الموتور، لا بروسيدور اللي درنا بعد ما تشفر الموتور، والفيديو ديال الشفار وهو كيشفر في الموتور. غادي نوريكم داكشي اللي وقع بالضبط هاد يومين. اسمعني لو كنسمعك. قلت لك اصاحبي هبطوا للدار غادي لبارك الموتور ما كيتشفرش. صافي نسمع الموتور. نيتو جابان كذا. ما يوسف انا كنهضر مني حتى صافي غير حق معاك. واش 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 بوليس ولا شفاره؟ هذا هو السؤال الاول. غتسول راسك. السلام عليكم. اوه ما تقولهاش. واش داتهم شي كاميرا؟ ما عرفت دابا قدامي هاد الحانوت كتسمع هدايا عندها سي سي تي في، حنا نشوفو شنو كاين. الله ندبر الفوتج فهمتيني. ناري ناري نفس والله حتى نفس البلان وقع الخوادري ديالي بواحد ستانت حدا باب الدار. ناري ما تقولهاش، اخيب احساس في العالم هو هذاك عشير. والله حتى اخيب احساس في العالم. باقا ما دخلتش معايا فهمتيني دابا. لا اصبر لا شي شوف غادخل معاك يوسف، غادخل معاك. البركه في راسك اخويا، البركه في راسك من دابا. قول لي كاين انشورنس دابا؟ كاين انشورنس؟ لا لا نعيط ليهم صافي انشورنس كيدبروا لك صافي. رجعوا لينا شي حاجه لينا. يرجعوا لك فلوس. دي حلويات؟ اخويا احمد الله المغرب راه ما فيهش هادشي. شكون هما دول البوليس اللي يعطيو لك ولا الانشورنس؟ لا انشورنس انشورنس فهمتي؟ يقدر يعطيو لك مثلا شي موطور هكا ديباني به حتى شوفو الطريقة تسمى ما كتعطاش بزاف كنظن وكيعطيو لك الفلوس ديك الساعة فهمتي؟ واسبيرون خويا اسبيرون، تما مادام مخلص راه الحمد لله بعدا راه بخير. وشوف شوف 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 بعدا تأكد تأكد بلي راه تشفر وشوف إلا بانت لك شي لعيبة عيط ليا صافي خويا. لا سيري ني لا بلا سير سير بارك فراسك اخو وقف عند حدك. واو ماي جاد اخي باحساس هو هذا. خودري ديالي كانت اندوستانت بي سي دي كانت شرا في 2015، كانت باقا جديده. دخل حطها في حدا القهوه، حدا في دار جداتي، حطها حدا القهوه وطلع للدار غير باش يهز شي لعيبه خفيفه. وقال اللي قالت ولا شي حاجه نسال نزل ما لقاش الموتور. ايماجين عرفتي الاحساس، انا ما كنتش كتعرف واش تشد راسك. والمغرب ما كاينه شي انشورنس اللي غادي ترجعها لك، واصلا ما تخلصش الانشورنس ديالك. ما يردوش ما يردوش كيما هو هذا. حتى دابا غادي نتبعوا البروسيدور ديال كيفاش غيدير يوسف. هنا بعدا كاينه انشورنس، كاين شي ضمان كيرجع لك. دابا كتخرج ما تلقاش موتور، كتبقى تشوف كتقول ويا ما تدخلش معك في ديك اللحظه. راه ديك اللحظه راه كتبقى بحال الحمارة ما عرفتش كنت دير. ها فلوس موطوري؟ ها لا تضحك معايا الكارديان. لا واش تضحك ديباناج ديباناج كتسوق هاد المرات كيكونوا البوليس كيهزوا لك بعض المرات تكون شفار هذوكم تيرجعوش ولا لا. ام شوكت يا صاحبي والله الا شوكت. انا بلان كثير. ها هو السبب الثاني بان غير بوحدو، ها هو يوسف تفر لي الموطور. راه قلت لكم باغي ندير فيديو ونعاود لكم على الاسباب اللي ما تخلينيش نشري موطور هنايا، وانتم غاديين وكتكتشفوهم. باب سبحان الله انا باقي ما وجدتش فيديو وهما الظواهر تيبانو. وليد ما تسريش موطور. اوكي من هادشي اللي شفتو عرفتو باللي الموطور تفر. بزاف غادي يقولوا هذا واقيلا برانك درتو غير بيناتكم، باقي ما عرفنا والو ما عرفنا والو. اوكي غنقول لكم نو بروبليم، سي نورمال انك ما تثقش. اوكي انا اولا عمرني درت شي برانك في القناه ديالي، اولا لان ما عنديش مع البرانكات، وثاني حاجه هي ما نقدرش ندير لشي واحد صاحبي برانك وبالاخص بموتور، لان عشت هذيك التجربه ديال ان الموتور يتحيد لك ويتشفر لك. الا درتو غادي نكون طبيعه الحال غادي نعلمكم بها وغادي نقولها لكم في انستغرام. غادي نوريكم من اللي عيطت على يوسف اليوم الصباح وجا عندي ودوينا في هادشي كامل، وشوفوا شنو قال لي على القضية اللي وقعت لي وكيفاش وقعت لي بالضبط. تسمعوني او يوسف تعيط لي يلا جا عندي دابا. الو وي جيتي؟ لا انت في الباب؟ ناري مالف مالف تنسمعك جاي يا صاحبي والله حتى مالف تنسمعك جاي. دير لو سيلونس. دير لي سيلونس.
انا خارج انا خارج نشوف هاد السيلونسيير كي داير حيد. الله يا خويا الله البركه في راسك يا خويا الله والله ما عارف كيفاش غادي نتلاقى معها. شو انا عندي مشكل كبير في الاحاسيس راه ما تنعرفش نتعامل في هاد المواقف هادو ما عرفتش علاش فهمتي شي حاجه شي موقف بحال العزاء ولا شي واحد مات ولا شي حاجه اللي فيها السنتيمونتال ما تنعرفش نتعامل معها. يا ربي تصبرني ما نضحكش الا كان هو غيضحك راه نتكراخ الضحك. السلام عليكم خويا. الله الله يا خويا الله الله فين هو مالك كتحط الله فين هو انفيزيبل الله يا خويا تبارك الله لابس الكحل لا خصك تلبس البيض. لا دابا انا ماشي لابس. شنو تيسميو المرا اللي تيموت لها راجل تلبس البيض ولد في المغرب؟ لا هنا انت تلبس الكحل. نايس الله يا خويا الله الله بقيتي فيا الله يا خويا هذيك الضحكه اللي كتمسك في البكيه. شوف انا ما عنديش مع هاد المواقف ما تعرفش كيفاش نتعامل معاهم. غنبقى نقول لك هذيك البركه في راسك تقدر تقول لي انت تقدر تقول لي تقولوا ملي كتقول واحد البركه الله يبارك فيك الله يبارك الله يا خويا الله عليك الله يا خويا الله هاني يا اخي ديالي هاني. يلا دابا عاود لينا الاحساس ديالك انسان مواطن تيتمشى وتيجيب التران وما تي ها العذاب الاليم اخي يوسف خويا كتعرف ديك الاحساس ملي انت مسانس كتشد خويا راه كنشد الفاتح ديال الموطور الفاتح كنشدو ديال الموطور ما كنحسش بيه. شنو الكيز الكيز حيت السوارد الفاتح الفاتح اخي وكنهبط برا فهمتي وبحال اللي غادي نركب الموطور وعن جهات كنحس بان مشى. شوف اش كان الماضي هذا وجهي انا رايت ليا راه مان اي واز لايك شوكت. دابا غادي تعاود لينا كيفاش البروسيدور تنفع عليك قانونيا كيفاش ملي كونتاكتيتي البوليس داكشي تسنى بيرفكتو شرب لينا قهوه بعدا وهذا وتمسح وحس لك مرحبا بينا عندك. مرحبا بك. دابا بغيتك تعاود لينا كيفاش القصه وقعت لك باش حسيتي شنو البروسيدور اللي غدير دابا الى اين نتجه بغينا نسوقو موطور ترانسوماكس. اللي وقع بالضبط هو انا نورمالمون كنباركي الموطور يعني قدام الدار في الجوب ديال الدار عندي واحد الشارع حيتاش انا كنسكن في شارع كبير حتى السوبر ماركت نيت فين يس اللي درت انايا هو مثلا انا خليت وصلت للدار خليت الموطور لتحت درت واحد بيج ميستيك واحد الغلط كبير هي ما درتيش ليه ما درتليش كيلوك ولا شي حاجه حيتاش انا شنو درت طلعت للدار نورمالمون حتى الشارع كبير عامر بنيان ترى نفس البلان اللي قلتها انايا راه ملي كتكون انت ما متوقعش هذيك السفره هي فين لان ما كتعرفش موطورك هادشي انا متخاطر معاك مليون في المية بلي موطورك تصفر من شي واحد بصح شو يعرفني طبعا هو دربكم حاضيك عارف شنو توقع طبعا عارف فين كتحط الموطور عارف فين كتكون زربان دابا انت جيتي هذاك البلان ديال انت ما معولش فهمتي ما معولش غادي تطلع تجيب كاس ولا ما تجيب غتنزل غتلقى الموطور اللي كاين الموطور المهم انا كندير له تشينز ديالو كندير له السلسله دازت نص ساعه هبطت لتحت ما لقيتش موطور ملي ما لقيتش موطور كنشوف قدامي كنقول يمكن واش باركيتو انايا في شي بلاصه اخرى اللي انا ما عرفتش ما فهمتش هذيك الصدمه ديال تدور ها تدور لا وقال انا لا وقال ما حطيتوش هنا خصني نمشي نشوف تضحكوا معايا شويه لا لا معايا كمل البوليس اخر حال ملي كتفكر قلت يمكن البوليس ملي كتفكر البوليس عرف راسك صافي وليتي قربتي للشفاره حسيت بزاف اختيارات الشفاره لا صافي الشفاره لا صافي جاي الموضوع ويا هذاك صافي ملي هبطت لتحت قلت يمكن شي واحد مثلا هزو ولا غرد ربيه دوره ولا ما تعرفش كاين بزاف كاين الدراري صار هنا كي عندهم السرقه ديال الموبايل سرقوا لك موطور ويضربوا دوره يخليوه تما ما عندهمش مشكل. درت على الشوارع تما درت على بنادم كامل ما لقيت حتى شي حاجه. ملي ما لقيت حتى شي حاجه ديك صعيبت البوليس درت واحد الريبورت حيتاش ما تعرفش يقدروا يهزوا لك موطور يمشوا يسرقوا به ولا كاع. علمت البوليس قالوا لي بان فتحوا واحد الكيس. وريني الجواب جاوبوك يا غنوريكم بالديتاي شنو كتبوا لي البوليس. باش تعرفوا ملي نقول لكم هنا راه البوليس دي دونت جيف ا فاك باغ شي حاجه سميتها موطور ولا يتبعوا شي واحد شفر موطور وداك الشيء. سو داك الشيء علاش؟ وقلت لكم هذيك النهار قلت لكم راه وقيلا الشفار عارفين هذا البلان داكشي علاش سيغمون ما تي يشفروك عادي راه تلقى واحد في الدار ديالو كيطلب من الشرجم علاش واحد كيشفر ليه الموطور ما كيقدر يدير ليه والو تيحدو تيبقى يقول ليه كاو فاك اوف ولا نيش عليه بشي حاجه راه ما تقدر دير والو في ديك الحاله تقدر دير والو واذا درتي مع شي حاجه يبدع عليك سيف. فهمت السلام عليكم ما يخسر عليك والو هنايا تلقاو مثلا وين ما كان مع شي مغربي تنزل لمو راه الله ما كنسي
دونك حتى من السي سي تي في ديال الكاميرا اللي تحت دارهم هو اللي مشى قلب عليها. دونك الموليس تقريبا ما داروا حتى وزه. anyway حنا غادي نجيكم الاخر. هو صيفط عطا واحد ريفيرونس نمبر باش يتبع القضيه فين واصله. شحال ديال الوقت خداو باش يصيفطوا لك ميساج؟ البارح نهار وليله ديال انفستيغيشن. كيفاش داروا هذا التحقيق هذا ما فهمتش. المهم قالوا لي دير مستر وي ار سوري تو هير ذات يو هاف بين ذا فيكتيم اوف ا كرايم. الناس سمح لينا لانك طحتي انك انت ضحيه اجرام. An investigator from the Metropolitan Police has looked carefully at your case and we are sorry to say that with the evidence and leads available it's unlikely that it would be possible to identify those responsible who have therefore closed this case. So من الاخر قالوا ليه المحقق ديالنا كونان قلب carefully وبامعان وبتمعن في القضيه ونحن نستأسف باننا لم نجد اي دليل زعما والو زعما قلبوا زعما داروا اي دليل على انه على الليدز داكشي اللي غادي يدينا لهذه القضيه. ولهذا فمن المحتمل جدا الا نتعرف على بحال هكا. It is unlikely that it will be possible to identify those responsible. من هذا الغالب جدا اننا نلقاو هذا اللي دار. ولهذا قررنا ان نغلق هذه القضيه. We have therefore closed this case. زعما بلا ما تسد علينا راسنا بلا ما تجي تبرزطنا ولا تبرزط راسك راه حنا سدينا this motherfucking case bro. حرام شنو هذا شنو شي هذا ميساج. الا تشفر ليا موتور وجاني هذا الميساج ما نكذبش عليك الغد لي غنشري كاغول وغادي نخرج وغنشفر احسن موتور بان لي غنبقى نختار بحال شي سوق هادي دوكاتي نو نو غنمشي نختار كاتير وقيلا الار 6 موديل هذا شفت وانسى هذا الشيء غادي تشجع الشفار يا عباد الله حلويات حنا بغينا بوليس مغربي يجي مع خويا شدوا هاد الدين امك خويا سلم عليا موتورك عرفتي فين دابا كيدور في هوار عرفتي جات هو الانجليزي هنا عندهم قانون اصلا مثلا حتى واذا كان اخر مثلا كيسوق موتور ولا كاع شفار بموتور ما تقدرش تتبعهم ما تقدرش تتبعهم حيت كيقول لك مثلا بان انت تتبعهم هما يقدروا يديروا شي مانوفر يديروا شي بلان يطيحوا يموتوا وديك الساعه السبب ماشي ديالهم ماشي تشوف فارس باب ديال لا هذه صراحه كاينه حتى في البول حتى في المغرب كاينه حتى في المغرب حتى ما عرفاش انا هذه حقوق المجرمين هذو كيدخلوا تحت اطار حقوق الاجرام ما شاء الله صفروا ما تخافش تشرب منه وما تخافش هذه في اطار جوريوس يقول لك خليني نعيط للمحامي لا المهم ما نتعمقوش في هذا الشيء بزاف حتى هما راه عندهم الحقوق والله العالم راه غادي في واحد الاتجاه خايب بزاف راه في راه انا كنقرا باللي المستقبل يقدر تولي تقول شي واحد انت حمار يدعيك عليها انت حمار انا انت حمار مش انت حمار انا حمار دابا راه نايضه دابا راه نايضه كاينه انت ماشي حمار انت حمار وحشي انت زيبرا انت والله ما شنو تقول لي وات ذا فاك مان العالم غادي في خساره على حماد دوز عندي يوسف ساندو عاطفيا لان هذيك تبغي مسانده عاطفيه لان خوتي ما نكذبش عليكم هذيك الشمته ديال ملي كيتفرك الموتور راه ما كيعلم بها غير الله اخويا علمت حتى شي صندوق تبرع فهمت دوز اخوتي شي صندوق تبرع شوفوا انا راه سيري وهذا لا بحال عطيته هو بحال عطيتوني انا هذيك اللامبورغيني اللي كنا غنشريو الفيراري غير هذا بيبر كتقول انت وليتي تتسرط تتسرط يا خويا شحال غنديروا ليه دريهم الواحد دريهم الواحد راه كاع راه 500 حرف عشيري دريهم الواحد دريهم الواحد الحمد لله اللي مخلينا اننا نضحكوا بحال هكا انا ويوسف هو ان عارفين باللي هنا كاين الانشورنس وهو كان ديجا مخلص عليها بوتنشال ثيفت ولا شي لعيبه بحال هكا ديال انها تشفر ليه موتور سو غادي يرجعوا ليه ان شاء الله موتور الا ما رجعوش ليه موتور راه كيرجعوا ليه واحد البورسونتاج ديال 80% تقريبا ديال 80 70% ديال الماني اللي باش شرا هذا البيدجي باش شرا الموتور
سو ديك الساعه يقدر ان شاء الله يبدل. وبضروري ضروري ان شاء الله ملي غادي يتسهل الامور وتيسر انه ياخذ هاد الفلوس هادو غادي نمشيو نختاروا شي حاجه جديده وغادي يكون مراكو ديك الساعه تيختار. دونك مور كونتنت دونك جود فور مي نايس. من هاد المنبر تنبغي نعلم اي واحد حط موطور في كراج ما حطو في حدا قهوه حطو شي فيما تحطو عرف بلي اللوك هذاك لو لوك اللي كدير انت باش تسد غير الموطور راه ما تيدل على والو تيتلو تديروك بالزربه وتيتهرس. ولهذا تنقول لكم ديما يكون عندكم اللي كتلصق في الديسك ديال الفران هذاك ضروري يكون عندكم ضروري وكيكون صغير اصلا ديما كيكون صغير وكيكون كاين اللي كيكون فيه الصونات داكشي الارم سو غير كتقص الموطور تبدا راه كان عنده ولكن الغلط ما داروش في هذيك اللحظه. وديما ديروا وقفتي في قهوه وقفتي في دار وما يعمل فوا شريتي موطور خاسر عليه فلوس كتحتارم داك الموطور عزيز عليك دير ليه لوك باش ما تقولش. دابا نتوما شفتوا كلشي بطبيعه الحال عرفتوا كيفاش القضيه وقعات عرفتوا الاحساس ديال يوسف تجاه هادشي بطبيعه الحال ما غاديش يكون كيتقلق ولا غادي يبكي ولا شي حاجه. علاش اولا والحاجه اللي خلات اننا نرتاح نفسيا هي ان الانشورنس غادي تكوفري تقريبا 70% ديال هادشي كامل سو هادي بعدا حاجه اللي غادي تريح. ثاني حاجه ما عندك ما دير كتعرف باللي ما عندك ما دير فريمون ما عندك ما دير البوليس ما تيتسوقوش سو الحل هو انك دير لاسورونس ديالك في الاول ملي تشري موطور هذا هو الحل انسب هو انك دير اسورونس اللي غادي تخلصها بكفايه باش ان ملي يمشي لك الموطور ولا مشى لك الا قدر الله مشى لك الموطور كي كوفريوك لاسورونس سو هادشي كيفيد. دونك هادشي غادي يوصلنا لاخر حاجه واللي هي نوريكم الفيديو ديال الشفره كيفاش وقع. بطبيعة الحال الفيديو قع بسرعة سريعة جدا دونك ميم با 5 سكوند خسر عليه شفار باش يطرطق اللوكاج وي يزيد من الموطور يدفعوا البلاصة الغير معلومة إلى يومنا هذا وما غاديش نقدروا نعرفوها سيري الشفار الله ياخذ فيك الحق شو والله إلا حرام عليك. كندوي مع الشفار إلا كنتو كتفرجوا هذا الفيديو تراعي هادشي تيبكي ماشي تضحك الصراحه ولكن انا ما عندي مشكل في الاحاسيس ديالي واعاقه احساسيه تنضحك والله يسهل عليكم تهضروا في راسكم او كتسولوني انا فين ماشي سوقكم تفو جاتني فقره. السلام عليكم باي باي بولوي دورمي بيان جود نايت. هلو رجعت حيت الكاميرا ضروري نهزها معايا ما كتطفيش راسها براسها ديك جاي تنهزوها بحال هكا حنايا الفلوغر الحامضين تنحطو ديما الكاميرا وتنتمشاو وتنعاود نرجع. اوكي سو انا وريتكم دابا واحد التكنيك كيفاش تفلوغي. السلام عليكم باي باي. كيجي كنقول حزين بجد كاع غير كي وقع عفا دير بحال هكا خاتم اشكان كاع قلب ستايل. اسمع خويا شوف طلعوا لنا الفيديو طوندوس بروجو شوف الكاميرا عليك هاكا قلعه وري لي الوجه الباكو الوجه الباكو ديالي هذا وجه الخروف هذا وجه الخروف ديالك هذا ماشي وجه الباكو وري لي الوجه الباكو غادي نخدمك ميغاتور بس طلع الطوندوس ما عنديش هذاك الوجه هذاك اي فاش دابا غنكون الطوندوس غادي تلقى بنادم تيدير بزاف دوك هذا باش يعاونو باش يلقى الطوندوس حتى حنا بغينا نديرو هذا الوجه هذا ياك راه غادي نخدم معاك هنايا بفوتوشوب راه ساهل صافي او لا نقولها شادي لا لا غنمشي في الزقره ديالها شوف مزيان شوف فيها شوف ويلي ويلي لا لا قريب سير سير حصل ويلي 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 شوف كاش هذيك اه شوف كاش هذيك طلع عليك ولا ماشي ديجو ما تمشي ما تمشي سير سير ارحلك صافي صافي حمراء حمراء شوف شي شوف الحال خليك تما تزيد تو ما تضحكش صافي صعيب 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 المطار بس رجعوا العين بالعين والسن بالسن والمطار بالمطار والمطار بالمطار ما عندهم يديروا لنا بوليس صافي.